السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين في كل مكان. الحقيقة الليلة معنا لكم قصة صاحبني ومن زوجي أحرمني. الحقيقة هذه القصة قصة موجودة في المجتمع، والحقيقة أتقدم أنا قبل كل شيء قبل ما ندخل للزوجات وما الزوجات وحرمانهم من الصاحبات ومن من خلال البداية والمقدمة، أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لمديرات المدارس والمدرسات والمرشدات الطلابيات في المتوسطة والثانوي والكليات أيضا، لأني قرأت لهن قراءات كتابات عن الإعجاب، إعجاب الفتاة بالفتاة، وقد أخذت منها بعض الاقتباسات وإن كانت موجودة، وموجودة اللي يبغى يشوف هذه المآسي ويشوف هذه السلبيات لهذه العلاقات الخاطئة والتصرفات الهوجاء من بعض. حقيقة نأتي لكم بنموذج بسيط. تقول أحد المرشدات الطلابيات في المتوسطة تقريبا أنها خرجت وهي تعجب على الطالبات في الأسياب وكذا، فراحت وأنتم بالكرامة إلى الحمامات ودورات المياه، فوجدت طالبة من زاوية في مكان تبكي بكاء شديدا. تقول المرشدة هذه والله لو أن أبوها وأمها مات لا يمكن تبكي هذا البكاء اللي ما له داعي. وفي فقلت لها سلامات، مالك تعالي، مالك على المرشدة الطلابية، مالك لو عندك مشكلة أنا قاعد على كرسي هذا، لما هو ما أنا قاعد لحل مشاكل الطالبات، ليش ما تجي عندي اذا كان عندك مشكله في البيت ولا شيء؟ قال لا انا عندي صاحبتي راحة مني وقطعا علاقتها بي، واصبحت الان يعني الان احترمت منها، واحنا بيننا علاقه ناكل سوا ونشرب سوا ونرقد سوا ومن هذا الكلام الفاضي. قال لها طيب المهمه بسيط. فقالت هذه واحده من المشاكل للصاحبات والاعجاب الفتيات بالفتيات، وتقول في اشياء يعني ما لها داعي، وهذا نموذج بس لهذه الصاحبات والإعجاب الفتاة بالفتاة. وتحت العنوان نفسه إنه صاحبة صاحبني ومن زوجي أحرمني أو أعمني، خلاص هذا للمتزوجات. البعض يعني من علاقاتها ومن علاقات وصاحبات، وإحنا الآن نحث طالبات المدارس والطلاب في الطالبات في الثانوية وفي المتوسطة وفي الكلية، هم القدوة وهم يعني المتعلمات وهم أهل العلم والمعرفة. لا بد أن تكون العلاقة كلها لله سبحانه وتعالى قبل كل شيء، وعلاقة مبنية على الخوف والتقوى من الله سبحانه وتعالى، لا على علاقات محرمة وعاطفية وشذوذ، نعوذ بالله من ذلك. فنسأل الله لهم الهداية والعفو والعافية، وأن يصلحهم ويصلح أبناءنا وأبناء المسلمين وبناتنا وبنات المسلمين. وهذا الفيلم توعوي ونصح لبناتنا وكل بنات من يسمع هذا، أسأل الله أن يهديهم ويوفقهم. العلاقات اللي ما لها داعي وتسبب المشاكل وتسبب السمعة وتسبب ما لها داعي، هذه واحد. ثانيا أن هذه التي تقول صاحبة صاحبني ومن زوجي أحرمني، هناك خطأ كبير يقولون هذا الكلام ويقعون فيه. هذا الكلام بعنوان صاحب صاحبني ومن زوجي أعمني، هذا الكلام مأخوذ من أفواه النساء ومن كلام النساء، والبعض قد وقعنا فيه بسبب ماذا؟ بسبب مصاحبتها هي بلع، وتقابل واحدة مزينة صاحبها مزينة وكويسة وجميلة ومن هذا وصاحبنها وكل حاجة. والإسلام حذر ووصى بعدم أن تذكر المرأة لزوجها امرأة أخرى أجمل منها. فشوف هذا الموقف حصل لواحد متزوج بوحده، يعني يقول على قدها وكذا وكذا، لكن ما نسوي عد معنا الا خلاص صبرت عليها، اتعبني بصاحبتها هذه، لا عاد لقيتها ولا عاد وصلت عليها، ما اقول له سوى سوى كتكتون وغادي وكل عند صاحبتي في فلان، عند صاحبتي في فلان، عند صاحبتي. قال انا صاحبتها هذه بعد ما قال لي وقال له قال له صاحبتي هذه تراها طيبه، شوف كيف العمى، صاحبتي تراها طيبه. انا ترني لكم القصه هذه طعمة بس كطعمة المحشوش، ولا المواضيع تبغى لها باسل أمثلة، عندي قصص باسل وعندنا، فدحنا لله بنقول هذه القصة عشان نحذر من هذه الصحبة ومن هذه الإعجاب. هذا الإعجاب مرض، بعض الإعجاب مرض، إعجاب فيه خير وإعجاب فيه مرض. الحب أعظم الحب يكون لله ورسوله ولوالديه،
وتكون يعني المحبة ما تصل إلى أشياء لا داعي أن نستعرضها ونذكرها، لأن في أشياء لو ذكرناها ما تصلح. فالحقيقة أنا أرجو، وهذه النصيحة للجميع، الانتباه والحذر من هذه الصحبة ومن هذا الإعجاب والشذوذ وغيره، والعواطف الجياشة الزائدة عن حده وما زاد عن حده ولا ضده. فنأتي إلى أن نكمل القصة لكم. هذا الرجل يقول: هذا الرجل أجل زوجته متأخرة وهم عهم طفح، وهذه الليلة ما خزن كنه مدري ما هو، ورأسه قديش يتكسر ومعاه صداع وكل حاجة. فقال لها: يا بنت الحلال، أنت جبت لي مشاكل بهذه الصحبة وبهذه الذحي مروحاني آخر الليل، وما يعني هذه الصحبة؟ أنت قديك أم عيال، وقديك يعني حرمة، وقديك حرمة رجل، لا بوشي وقتك يعني تقضن معايا. أنا صاحبك، وأنا اللي مسؤولة عني، وأنا جنتك ونارك، وأنت جنتي وناري. وأنا يحدث عليها ويتكلم يقول هي بتخلط حتى بقى اللي عندي. قال لي: يا فلان، أنت ما تعرف صاحبتي، والله طيبة. وهذا هو اللي قتلنا، هذا اللي عقرنا وعقر بناتنا المغفلات وبنات المجتمع، والمشاكل والسلبيات الموجودة من هذه المشكلة. إلو ما هو؟ إلو أن صاحبتي طيبة وضعيفة وكويسة وجميل. قال لها: طيب ومزينة؟ قال له: والله مزينة. قال: يعني بالله تكلم بصراحة، وأنا نحن فكك من هذه الخاصة. وقال له: يعني زينة أنت ولا؟ قال: لا والله إلا هي. فأنت الإسلام حذر، كما قلت لك الإسلام حذر والدين حذر. قال لك: ما تذكر المرأة لزوجها امرأة أخرى، يعني شوفها صاحبة صاحبني من زوجها أعملني. لأن كل تغفل ما يدعي لها، لكن استعمل لها مفتاح عجوز، سوى لها عجوز، لأن عجائز هم يعني يخربون ويصلحون. فقال لها: أقول لك يا والدة، أنا ما عاد عرفت، لا أنا محرم على هذه البنت تيجي عندنا وتغدي وصاحبتها، ولا أنا قادر أطلب حرمتي بسبب هذه الصحبة. فدحين وقت فعلني لوجه الله وفلوسي وكل شيء اللي تبغونه مني أنا حاضر. قال له: على عيني، حرمة جاية عليك مسكينة وبعد مبلوسة بعجوز دي. قال له: أطلب بس. قال لها: أقول لك بالكفرة صاحبة فلانة حرمتي هذه، عشان تفعل الخير فيه، والله لما نغنقتك فلوس ولا وصلتني عليها أعتبرك. قال: بس وصلت عليها مدونة صاحبتها سهلة، هي صاحبتها تشل عندها هذه المصاحبة وهذه كذا كذا، والله ما لك إلا الدوام من كلنا تنتفي في سيارة هذه اللي قبلنا مولة. قالها تقبل ما دام أنها مهي فاكة، وراح نقردلنها كل حاجة وخلاص ما عاد عليها الأجا وأصلح. وما دحين عودا ما هو الآن مولا، الآن القصة أبغى أنهيها، لأن القصة طويلة وترني أنا لفلت في الموضوع. فالحقيقة القصة طويلة ومشوقة، وعندي الكثير لكم، بس استعملوا لي ملايكة هذه واستعملوا لي إيوة. والحقيقة الآن الرجل تزوج بهذه الحرمة وروح بها، فرج على مولة بكي: الله هو صاحب صاحبني ومن زوجي أعملني، أنا اللي قربتها وأنا كذا، الله يحرمها عيونها، الله يجعل لها كذا، الله يجعل لها. وقعدت تبكي، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، والصاحب ساحب. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجليس الصالح واحذروا الجليس السوء. فالجليس الصالح كبائع المسك، إما أن تشم منه رائحة طيبة زكية أو تشتري منه. أما رائحة السوء أو الرفيق السوء كرائحة ما هو؟ كرائحة الكير، إما أن تشم منه رائحة خبيثة أو يحرق ثيابك. فإذا أنت تختار وأنت حر، ومن يهدي الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له، ومن اهتدى فلنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. هذا، وتقبلوا خالص تحياتي واحترامي وتقديري، محبكم أبو مطران. وإذا أعجبكم الفيديو لا تنسونا من اللايك والاشتراك وضغط الجرس والتشجيع لنا، علشان نستمر في أكثر من هذا، عندي الكثير ولله الحمد. قال: أقول لكم وداعا، ولكن إلى اللقاء. والحقيقة كما قلت لكم، لا تنسونا من اللايكات ومن الدعم والتشجيع لمحبكم أبو مطران، هذا الذي يعني حتى في أحلك الظروف وهو تعبان ولا كذا لابد أن يقدم لكم حاجة، لأنه أصبح ملتزم بكم، وأنتم أصبحتم الآن في عيونه وعلى رأسه. نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، وأسأل الله
أن يصلح أبناءنا وبناتنا وشبابنا وشاباتنا وأن يوفقهم لما يحبه ويرضاه. وتقبلوا فائق احترامي وتقديري، بحبكم أبو مطران. باي باي.